كمان عايز اروح لجريده ليكيب الفرنسيه. ليكيب الفرنسيه يعني راحت لجزئيه قبل النهائي ما بين السنغال وبوركينا فاسو، ووصفت منتخب السنغال بالمنتخب القوي، منتخب فيه عناصر مميزه جدا، بيلعب كوره شامله بشكل كبير، واشادت بفوز السنغال على بوركينا فاسو 3-1. تمام يا كابتن، منتخب قوي جدا يا كابتن، لا جدال في ده، منتخب بيقدم كرة رائعة في الوقت ده، منتخب السنغال. ان المنتخب طبعا يا كابتن وحضرتك ادرى بالنقطة دي، طبعا منتخب يوصل للنهائي القاري بتاع القارة بتاعته، يوصل له للمرة الثانية على التوالي بعد ما وصل في مع منتخب الجزائر في 2019، معنى كده ان ده منتخب ماشي بثبات، منتخب ماشي بقوة، خطوات ثابتة في البطولة، منتخب بيتقدم من فتره للتانيه بشكل كبير، عندهم نجم كبير جدا زي ما احنا بنراهن على محمد صلاح، عندهم نجم كبير جدا ساديو ماني، ساديو ماني قائد كبير يا كابتن في الملعب، صحيح. حتى لو ما فيش اهداف كتيره، حتى لو مش مؤثر قوي، ولكن هو الحلقه اللي بتدي كل الفرقه الروح وبيحمس لعيبته بشكل كبير جدا، وعندهم اصرار كبير انهم ياخدوا البطوله دي. صحيح، يمكن من خلال طبعا اللي كتب كمان في الكيب الفرنسيه ان هم بيقول ان المنتخب السنغالي يمكن ما بيأديش بجماليات معينه، ما فيش جماليات في اللعب، ولكن فريق افكت، فريق منظم، فريق يعني بيعرف يفوز بشكل او باخر، وده اللي شفناه يمكن في مباراه ساحل امام بوركينا فاسو. طيب على الجانب الاخر، طبعا جريده ديلي بوست النيجيريه، المدرب طبعا مدرب نيجيريا ومدير فني للمنتخب النيجيري، بيرشح وبيقول لك مصر، المنتخب المصري هو المنتخب، بسيره طبعا المدير الفني المنتخب النيجيري، بيقول ان مصر هي المرشحه الاولى للفوز بهذه البطوله، وبيقول ان مصر عندها كل الامكانيات اللي تقدر من خلالها ان تفوز بهذه البطوله. جوزيه بيسيرو ليس غريبا على الكره المصريه يا كابتن هاني، ده المدير الفني السابق للنادي الاهلي، قائد النادي الاهلي، عارف الكره المصريه جيدا، صحيح. شاف تطور منتخب مصر في البطوله، منتخب مصر اللي يشوفه في الدور الاول منتخب مصر ما كانش يرشحه ابدا انه يمر للادوار النهائيه ويعبر المنافسين الواحد تلو الاخر بالشكل ده، فهو جوزيه بيسيرو وجهه نظره من خلال مش بنهاش كده، ما قالش خلاص ان المنتخب ده يوصل كده، لا، في معطيات بنى عليها كلامه، منتخب مصر قدم اثنين من اجمل مباريات البطوله قدام كوديفوار ثم قدام المغرب، ثبات في المستوى، تحركات جيده، فكر مختلف في الملعب شفناه من كروش حتى بعد الانتقادات اللي كانت في الدور الاول، يعني كان في تطور كبير في منتخب مصر، بنى عليه رايه ده ان منتخب مصر مرشح قوي للفوز باللقب في النسخه دي من البطوله. صحيح، طب خليني اخد من كلامك واقول لك ايه الفرق اللي ممكن يظهر النهارده ما بين المنتخب ساحل عاج وفوزنا عليه ومنتخب المغربي، ايه اللي ممكن النهارده يحصل بالنسبه للمنتخب المصري؟ هل هيكون مفاجآت على مستوى التكنيك او على مستوى الفني اللي هيلعب بيه المنتخب الكاميروني؟ ايه هي المشاكل اللي ممكن يقابلها النهارده المنتخب المصري في مباراته؟ منتخب مصر المشكله الاكبر يا كابتن هاني من وجهه نظري هتكون الشراسه اللي هيقابلها من المنافس. المنافس هيكون شرس جدا على المستوى البدني ولا على المستوى الفني؟ على المستوى البدني. البدني منافس شرس جدا طوال المباراه، ويمكن من اول البطوله اول حاجه لاحظناها لما اتكلمنا كان في حديث بيني وبين حضرتك، قلنا ان المنتخب ده هيتعب اي فرقه هتقابله. أيوة. بدنيا منتخب الكاميرون قوي جدا بدنيا، يعني من بدايه البطوله منتخب قوي جدا بدنيا، ما بيتعبوش لاخر دقيقه في المباراه بيلعبوا. خلي بالك ان احنا منتخب مصر لعب ماتشين بوقت اضافي، ماتش كوريفار وبعدين ماتش المغرب، ارهق جامد جدا في دور ال 16 وفي دور الثمانيه، ممكن ده ياثر على منتخب مصر النهارده. عامل ثاني هيكون ضغط كبير على منتخب مصر، الجماهير، جماهير هتكون اكيد الملعب مكتظ عن اخره النهارده بالجماهير، جماهير الثانيه هتكون بتشجع بقوه وبشراسه منتخب الكاميرون النهارده، ده برده هيكون عامل ضغط كبير على لعيبه منتخب مصر، وهيكون عامل تحفيز كبير للاعيبه منتخب الكاميرون اللي شايفين انهم بيلعبوا على ارضهم، ويوم بعد يوم شايفين حتى تصريحات مدربهم امبارح بيقول ان البطوله قربت، البطوله احنا قدامنا محطه صعبه جدا يصف بيها محطه منتخب مصر، لو عدينا المحطه دي هنبقى قربنا كتير قوي من اللقب. صحيح. طيب اعتقد قبل ما يقولوا لي التشكيل، عشان تقريبا التشكيل نزل، كنت تتوقع عني تشكيل ونقارنه بالتشكيل الرسمي اللي نزل. طيب انا ما اعرفش ايه اللي اتقال، بس انا اقول انا محمد ابو جبل، عمر كمال، الونش وعبد المنعم وفتوح، في النص هيرجع حمدي فتحي مع السوليه والنني، والثلاثي الهجوم اللي ما بيغيروش محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش. ده اعتقد التشكيل الاقرب، فعايزين لسه التشكيل الرسمي ما نزلش، لكن اعتقد ده الشكل الافضل للمنتخب المصري.